اتفق معاكم في اتفاق يا جماعة ان الله في البلاد دي مش صدفة ولا عفوا يعني غلطة اب وام. حضرتك جيت وتولدت في ظروف صعبة وفي زمن صعب وفي بلاد صعبة، فانت موجود عشان تجاسي الغلب والهموم اطلاقا. الله اوجدنا لدعوة الهية مرتبطة بالارض اللي احنا فيها، مرتبطة بالارض اللي احنا اتولدنا فيها، ان احنا اتوجدنا فيها. فليه ربنا خلقك عراقي؟ عشان تكون بركة للعراق. حد يتفق معايا في كده؟ مش عشان تكون بركة للسودان، الا لو في دعوة من الرب انك تكون بركة للسودان يعني. بس ربنا اوجدنا في الارض ده عشان نطلب مين اللي هيصلي يقول له ليأتي ملكوتك كما كذلك في ايوه قولوها فين؟ في العراق، كذلك في البلد، في الارض اللي احنا موجودين فيها. الرب قال وطلبت من بينهم، مش عيل صغيرة، عايز ايه؟ ورجل مش من حيث العمر ولا النوع ولا اي حاجة، رجل من حيث الحالة، واحد يقف قدام الرب. ليه يا رب كده؟ طلبت من بينهم رجل يبني جدارا يقف في الثغر امامي عن الارض لكي لا اخربها. البلاد دي محتاجة صلاة الكنيسة. وهقول على حاجة، الكنيسة لولا وقفتها في البلاد دي كان زمانها خربت من زمان. يعلم الله، انا اشهد واتحمل نتيجة ما اقول، اللي حفظ العراق ولسه موقفة على رجليها ان في قدسين اتقياء بيصلوا لهذه الارض ولهذه البلد. وعلى فكرة لو انتوا كنتوا بطلتوا وتعبتوا، انا بحملكم المسؤولية قدام الرب. رب يديكوا العمر ويحفظكم لو تأنى الرب. خلاص هو جرب يجي زي ما قال خادم الرب، خلاص جرب خالص، بس لو تأنى الرب هتيجي بعدينا اجيال. لو ادوهم الفرصة انهم يكتبوا تقرير عن الجيل بتاع حضراتكم، يا ترى ايه التقرير اللي هيتكتب من الاجيال اللي بعدينا؟ ركزوا معايا في الكلام معلش. يا ترى هيقولوا ايه عليكم؟ هيقولوا الجيل ده كان بركة لينا، الجيل ده كان سبب حضور الله في البلد، الجيل ده غير تاريخ البلد بصلاته بحياته بدموعه. ولا يا رب ما تسمحش يا رب، يقولوا يا ريت الجيل ده ما كان موجود اصلا، احنا اتظلمنا ان احنا جينا من بعدهم ومن بعد الجيل ده. تختار يتقال عليك ايه؟ هي خلصانة خلصانة على فكرة، بس انك تعيش تعمل حاجة لمجد المسيح. ويليام ماجنولد كاتب رائع قال احنا عايشين على الارض عشان نلمس بحياتنا حياة الاخرين. هنسيب بصمة الهية في الجيل اللي احنا بنعيش فيه. داود قال حتة التعبير، قال خدم جيله، اتكتب عنه انه خدم جيله بمشورة الله. احنا مشغولين والبيت والعيال وبكرة ومش عارف الوقت صف كام وما صفش كام. يا جماعة روعة روعة، والرب مهتم وداير باله، وحلو انك تجتهد وتهتم، بس الاهم اللي ورا كل ده مش الهدف بس، ده الهدف ان تفعل هذا، تعمله بقلب صالح ونقي عشان تتمم الدعوة الإلهية الأكبر والأعظم، دعوة الله ليك ولحياتك. فأرجوكم عايزين نتفق إن ربنا أوجدنا عشان نكون مفتاح من مفاتيح الافتقاد في الزمن اللي احنا عايشين فيه. أمين. حد معارض؟ طب حد متفق؟ 13 ملوك الثاني 13 من الآية رقم 14. معرفش ليه اتشغلت بالكلمات دي، بس نجراها كده واعتقد روح القدس هيوصل لنا فكرة فيها سريعة. يلا ركز معايا، بسم الاب والابن والروح القدس الى واحد، امين. ومرض اليشع، اليشع رجل الله بتاع العهد القديم الحلو، ومرض اليشع مرضه الذي مات به، فنزل اليه قبل ما يموت يعني، فنزل اليه يؤاش ملك اسرائيل وبكى على وجهه. على وجه مين؟ ده انا اللي هلطم على وجهي يا جماعة، ردوا علي، على وجه مين؟ ايوه انا عارف انتوا من تركيزكم ما تردوش، بس قللوا التركيز شويه وردوا، يعني مش لازم تركزوا جامد بس تردوا، امين. فنزل اليه يؤاش ملك اسرائيل وبكى على وجهه وقال يا ابي يا ابي يا مركبه اسرائيل وفرسانها. فقال له اليشع خذ قوسا وسهاما، فاخذ لنفسه قوسا وسهاما. ثم قال لملك اسرائيل اليشع ركب يدك على القوس، حط ايدك، عارفين القوس والسهام عارفين، فركب يده. ثم وضع اليشع يده على يد الملك، يعني بعد ما الملك حط ايده برافو صح، راح عمنا اليشع النبي الحلو ده راح حاطط ايده كانه بيدعم ايد مين؟ الملك. ايه اللي حصل؟ وقال افتح القوة الشباك بتاعك لجهة الشرق، ففتحها. فقال اليشع ارمي، يعني اضرب، ارمي السهم بتاعك. فرمى، فقال سهم خلاص للرب وسهم خلاص من أرام، فأنك تضرب أرام في أفيق إلى الفناء. بعدها ثم قال خذ السهام، فأخذها. ثم قال لملك إسرائيل اضرب على الأرض، فضرب ثلاث
مرات ووقف. ضرب كم مرة؟ 3 مرات ووقف. بعديها بقى فغضب. وده يمكن آخر غضب غضبه أليش على الراجل في حياته قبل ما يموت. فغضب عليه رجل الله وقال: لو ضربت، يعني لو طولت بالك شوية، لو طولت نفسك شوية، لو ما زهقتش بسرعة كده، ويعني يا لو كان الموضوع أكتر، لو ضربت 5 أو 6 مرات حينئذ ضربت أرام إلى الفناء. وأما الآن لأنك قررت باللي انت عملته، اخترت المستوى اللي انت هتكون فيه، وأما الآن فأنك إنما تضرب أرام 3 مرات. إلا أنا عايز أوصله في الحتة دي بشكل بسيط. القصة يعني خلاص هي اتجرت ووصلت لحضراتكم. أليشع حط إيده المرة الأولى هو بيدعم الملك كأنه عايز يقول له اتشدد ما تخافش اضرب، فضرب. فقال له الضربة اللي انت ضربتها دي هتصنع خلاص، هتصنع ايه؟ خلاص. بعديها قال له خلاص يعني أنا اديتك الصلاحية واديتك المساعدة، كأنه عايز يقول لك عملنا التدريب مع بعض وشددتك كده، فعايزك خد كل السهام. قال له خذ السهام، كل السهام، ايوه كلها. فمعنى انك تاخد كلها يعني مش عايزك تضرب ضربه ولا اتنين، عايزك على الاقل لانك تضربها كلها. فالملك خد السهام، فعمنا أليشع قال له ارمي على الارض كده كانه بشكل نبوي، يعني بيقول له اللي انت هتضربه هو ده اللي انتصرت، مش بيضرب ناس على الارض، ارمي سهام ارمي سهام. فرمى 3 سهام وسكت. غضب عليه أليشع قال له لو كنت ضربت 5 ولا 6 كان زمانك انتصرت وكان حصل خلاص عظيم لشعب الرب، بس لأنك، بس ايه؟ لأنك كانت دي آخر حدودك، كانت دي آخر تطلعاتك، كان ده آخر مستوى إيمانك، سقف الإيمان بتاعك كان ضيق، كان قريب، ما كانش عندك إيمان واسع، إيمان كبير. فاللي انت عملته هو اللي انت هد. شوف هقول فكرة توضح الموضوع بسرعة. بصوا يا جماعة، احنا عدينا المرحلة اللي فاتت في البلد برصيد الصلاة اللي فات، لو حد واخد باله هز راسه بس افهم ان انتوا بخير. امين. يعني ايه؟ يعني النكبات والكوارث المكايد اللي كان عدو الخير بيشنها، الهجوم الشرس اللي كان جاي على البلد عدى بسبب ركب كانت ساجدة ودموع كانت بتنزل وقلوب بتصرخ للرب عشان حماية البلد وبركتها. فاحنا عارف زي ما يكون واحد فضل يحوش 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 ومر مثلا بضيقة فصرف كتير من الكريدت بتاعه، فاحنا صرفنا رصيد من الدموع والصلاة رهيب. طب سؤال، اللي احنا داخلين عليه هنجيب له منين؟ ايوه، عايزين نبتدي نعمل ايه تاني؟ في ناس نفسها اتقطع، لا انا خلاص دي مسؤوليه وامانه جدا، انا مش قادر، انا ما 100 مره قلت بارك بلادي، يعني طب هيعمل ايه تاني؟ لسه الرب منتظر دموع وصلوات. وهقول تعبير، المرحله اللي جايه لا تقل خطوره عن الازمنه اللي فاتت. سيبكم من الحروب ودعش وما دعش والكلام ده كله، اقصد احنا في ظروف العالم بيتغير، الخريطه بتاعه العالم بتتغير، اغنى دول العالم بتقن انين اقتصادي، العالم فيه غليان من تحت، مش بس المنطقه العربيه، العالم بيغلي يا جماعه. عارفين البركان؟ البركان بيغلي وبيبقى فيه لهب كده، بيجي له وقت يعمل ايه؟ ينفجر. فاحنا قاعدين فوق البركان والبركان تحت بيغلي ولكنه لم ينفجر بعد. احنا محتاجين نكون مستعدين لهذه الأزمنة برصيد من الصلاة، كريدت تحطه كده في الحساب بتاعك وتقول له يا رب عشان ولادي عشان بلدي عشان أرضي انا بصلي يا رب عشان أجواء البلد الأيام الجاية. تقول ما احنا صلينا، لا لا، اللي جاي مهم أكتر. عايز اقول لحضراتكم احنا في البلد، هتصدقوني صدقوني مش هتصدقوني براحتكم، العالم والمنطقه بالذات والعراق بتعدي في لحظه حرجه. فالكنيسه لو ما وقفتش البلد ما يسمحش الرب ولا يريد هنمر بظروف صعبه، اصعب من كده، لا اصعب بكتير قوي من كده. فعايزين لمين اللي جايين نقف في ظهر البلد؟ هنحط ايدينا في ظهرها كده ونقول له اسندها يا رب، اسندها يا رب. انت عديت وبتعدي في اسم الرب يسوع، قولوها مصدقين، هتعدي، بس هتعدي بدموعكم وهتعدي بصلواتكم وهتعدي بقلبكم اللي مليان بالحب. فأنا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأن في ناس طب ما صلينا للبلد، يعني عايز أقول لكم صلواتكم عمل التغيير جذري في البلد. في ناس يقول لك اللي حوالينا والناس دول صدقوني فيهم ناس صعبين،
بس في ناس يتحولوا لحملان مليانين بالوداعة لما نعمة المسيح بتفتقد قلوبهم. قابلت ناس في بلاد مش هبالغ، الله شاهد، مئات من الناس اللي جايين من أماكن بعيدة، من خلفيات بعيدة، من هنا عرفوا الرب وتغيروا، ودلوقتي بيحملوا الحضور الإلهي، قلبه مولع بحب رب وبيخدموا المسيح. تقول لي دول؟ أيوة أيوة، لأن الكنيسة صلت والكنيسة كانت بتقول له يأتي ملكوتك. ملكوت الله لما بيجي ما بيقفش على حد، لا لون ولا دين ولا طائفة ولا جنس. فبيجي ملكوت الله بيشيل اللي في وشه بيفتقد. فأوعى يكون إيمانك ضعيف في الاتجاه ده. لا، هصلي والصلاة هتعمل المستحيل، هصلي والصلاة هتغير الظروف اللي حواليه، هصلي والصلاة ستتمم مشيئة الله بالبركة على الأرض وعلى البلد اللي احنا عايشين فيها في اسم الرب يسوع. فاكرين الرب هو واقف قدام جبر العازر قال لهم ايه على الحجر؟ ارفعوا الحجر، حركوه، ده حرجوه كده. طب لو ما حركوهوش؟ هو في جزء عليهم وهيتعامل، هيتعامل. الله وهب الإمكانيات البشرية، والله يقدر ويحب يستخدم الإمكانيات البشرية طالما إن وجدت. فإحنا إيه دحرجت الحجر؟ صراخنا وصلاتنا. بس مين اللي يقوم الموت؟ تقول لي ما أنا صليت يا عم، أنت حرجت الحجر وعملت اللي عليك، بس سيب ربنا يعمل اللي عليه. أمين. فعايزين نعمل إيه الوقت اللي جاي ده؟ عايزين نتملي روح تشفع للبلد. صدقوني يا جماعة، صدقوني هتشوفوا طعم الخدمة هيتغير. الشوارع رب، الناس اللي بتتعامل مع ناس في الشارع وبتكلموا عن الرب في الأشغال، في ناس عايزة تشهد عن الله وبالفعل بتعمل كده في الشارع، في الشغل، في الدراسة، في الجامعة، في المواصلات، في أي الجيران. عارف وانت بتعمل ده هتحس انك مدعوم بتأثير إلهي، مدعوم بحضور الله، فتلاقي الدنيا زي المية سهلة وحلوة وماشية. وصل اللي عايزة وصل وعرفت اوصل الفكرة البسيطة؟ واخدين بالكم؟ أمين. طب بأمانة كده، بأمانة، الناس اللي برا، اللي برا بيصلوا علشانكم، بس الغريب لا، ان انا اشوف ان تأثير الصلاة الاقوى اللي طالع من هنا ده وصل صاروخ للسماء. هم وصلين طيارة هليكوبتر يا عيني عقبال ما بتوصل، بس ده صاروخ يخترق اللي هي عابرة القارات دي. فالصلوات اللي طالعة من الارض المجروحة هي اكتر استجابة واكتر وصول عند الرب في عرش النعمة. فاحنا مش عايزين حد يصلونا، الله يبارك كل الشعوب وكل الناس اللي بتصلي، بس الرب عايز صلوات الكنيسة يسمح. امين. فمن فضلك لو كنت جللت صلاة عن البلد الايام اللي فاتت، في خلوتك، في بيتك، في قعدتك، في الوقت اللي انت بتقضيه قدام الرب، افتكر ان الله وضع على كتفك مسؤولية تجاه هذه الارض وهذا الشعب. جاهزين بالسهام؟ كم واحد معاه سهام؟ ما يكونش مراته اسمها سهام ويقول لها انا معايا سهام. لا. امين. تعالوا نقف مع بعض، اقفوا معايا في اماكنكم. معلش النهارده يعني جو الاجتماع مختلف، وهنوقف هنقعد هنصلي مع بعض، خليك اكثر مرونه كده واسهل في الحركه يعني. وعايزك تمسك ايد اللي على يمينك واللي على شمالك، تعالوا نتحد مع بعض كلنا، نمسك ايدين بعض اللي جنبيك يعني، وغمض عينيك. وانا بصلي انك تاخد بس دقيقتين هدوء، صمت صمت، مش هتتكلم، ما تتكلمش دلوقتي فيهم. الله يشحنك بروح صلاة جديد للبلد. في آية حلوة بتقول وأفيض على بيت داود. هتفيض إيه يا رب؟ وسكان أورشليم روح. يعني روح مش أرواح يعني، بس حالة روحية، عمل إلهي، توجه حياة، طابع حياة. روح اسمها روح النعمة والتضرعات. فالروح القدس يعمل في روحك صلاة للبلد، صلاة لمسيحيها ومسلميها. أيوة هنعمل كده، أيوة أيوة، صلاة للي في منصب، صلاة للحكومة، للجيش، صلاة ان ربنا يحفظ البلد في الظروف اللي مش باين لها، يعني اللي شكلها مش مشجع ولا مبشر بالخير. صلاة الكنيسة تخترق أجواء الظلمة اللي إبليس بيفرضها على البلد، ويأتي الله بأزمنة بركة على الأرض دي. فعايزك تهدي روحك دقيقة واحدة، دقيقة، بعديها هنصرخ واحنا هنقول له احنا شايفين الحال صعب، بس متأكدين انك هتقدر، هتقدر. ما زهقناش من الترنيمة دي، ولغاية ما نروح السماء هنفضل نقول لك بارك بلادي،
بارك ولادي، بارك أرضي، بارك كنيستي، باركنا يا رب، باركنا يا رب. أرجوك خلينا نعمل الدور اللي أنت أوجدتنا في البلد عشانه. مش عايزين الفرصة تروح وإحنا تايهين في الكنائس، شوية هنا وشوية هنا، شوية مبسوط وكويس وشوية نفسيتي. الموضوع مش بمشاعري، الموضوع بإصراري على إتمام القصد والمشيئة والدعوة اللي الله أوجدني على الأرض علشان أكون فيها. أرجوك من فضلك سيبك من ضعفك اللي أنت جاي بيه، سيبك من الفطور اللي أنت عمال أصلا مش لا لا لا. رب يقول لك اركن ده اركن ده، أنا بحلم بالأكبر والأعظم، أنا مش مشغول بضعفك، أنا مش فارق معايا كل ده، أنا هولع قلبك عشان أشاركك باللي في قلبي ونعمله مع بعض الأيام الجاية في اسم المسيح. عايزك تعمل حاجة، ارفع ديك الاثنين معايا بقى، أطلب من خادم رب لخمنان، أخواتي فريق الترنيم معاش هنطلع وننزل كتير، تعالوا معانا وارفع ديك الاثنين كده، وعايز تركز في دقيقة وتشوف صور سريعة في ذهنك، صور ذهنية كده، تشوف سواد بس جنبه في نور جاي، تشوف أذى ووجع بس في جنبه في شفاء، شفاء وعلاج جاي. هتشوف ناس تعبانين وفي جنبها هتشوف يد ممدودة للسند والمعونة. عايزين نقول له أيوة الحل شكله مش حلو، بس أنا بعلن بروح النبوة والإيمان مهما كان الحال هتقدر 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 هتقدر. لسه يدك لم تكسر عن أن تخلص، وأذنك يا رب لم تثقل على أن تسمع، لسه بتسمع ولسه بتقدر في بلدنا، لسه ليك مشيئة للأرض دي، لسه ليك دعوة غالية على العراق يا رب. يا رب هنصلي، زود دموعنا يا رب، زود روح التشفع والمخاض. يا جماعة مفيش ولادة بدون مخاض، قال الرب هل أمخض ولا أولد، يقول الرب. لو الكنيسة بتتمخض ستحدث ولادة، بس لو مفيش مخاض مفيش ولادة. عشان كده تعالوا نتمخض كالتي تلد. صلي، شوفي وانت بتصلي لاجل نفسك او لاجل بيتك بتبقي محروقه ازاي، قلبك واكلك. طب ايه رايك تعال نصلي لبلادنا ولناسنا بنفس الروح دي، تعالوا نقول يا رب احنا رافعين ايدينا نتنبأ بالبركه في اسم الرب يسوع. انا رافع ايدي على جيلي، لو كنت كبير صلي لاجل الكبار، لو كنت صغار صلي لاجل جيلك، سواء انت في ناشئ او في جامعيين او اسر حديث، صلي صلي عشان نفس الفئه. قول يا رب جيلي 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 يا رب، مهما كان الحال هيحصل هيحصل. يلي بتشق البحور مهما كان على الارض ضلمه، اشكرك لان السماء لسه فيها نور، وهنصرخ ككنيسه ونقول لك بارك بلادي. يلا تعالوا احنا بنقولها مع خادم الرب المبارك الاخ الميلاد وفريق الترنيم، مش هنرنمها، عايزين نصرخها ونبكيها واحنا بنصلي ونقول له زي ما جالك نحميها بالبكا ونادى عليك. كلنا جايين بنصرخ، هنقول ايه؟ لا مش هيجي يسوع لو انتوا صوتكم كده، هنقول ايه؟ يا يسوع مد ايديك، تقول معايا بصوت عالي، ارفع ايدك وقول يا يسوع مد ايديك، كمان مرة يا يسوع مد ايديك، مد ايديك على الالام على الاوجاع على الظروف اللي بنمد بيها ايديك، وقف يد الارهاب واكسر يد الشيطان من على هذه الارض في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك بحماس ارجوك، سيبك من الطلبات، هنصلي بالدموع كمان ان شاء الله الطلبات، سيبك منها بس تعال نصلي الملكوت الله. قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها هتاخدها، بس اطلب ملكوت الله في الاول. وانت رافع ايدك عايزك ترنمها، لو جواك دموع مكتومة سيب الدموع تنزل، لو في صرخة ما تخجلش تقول يقولوا بيصرخ فيك، لا اصرخ اصرخ وقول له بارك بلادي يا رب، بارك بلادي يا رب، بارك بلادي في اسم الرب يسوع. يلا واحنا بنصلي ارفع صوتك وارفع قلبك كده وصلي وقول له مهما كان الحال هتقدر، كان الحال هتقدر. صلي بإيمان وقول يلي يلي بتشق البحور مهما كان على الأرض ظلمة، السماء مليانة نور مهما كان الحال هتقدر، يلي بتشق البحور مهما كان على الأرض ظلمة، السماء فيها ايه؟ السماء يلا ارفع صوتك وقول زي ما جالك زي ما جالك نحميها
بالبكاء ونادى عليه. طلعها من جوه. كلنا جايين. ارفع ايدك على العالم وقوله مد ايديك. ارفع ايدك قول مد ايديك. يلا اسمه خدايا. بارك عراقي. بارك العراق. بارك عراقي. يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر. بارك عراقي. بارك عراقي. التفت لصراخ قلوبنا وارسل. شوف اللي جاي وقول مع الخملان. روحك روحك القدوس يجمع العظام. العظام من كل واحد تحية تنطع تنحني. تعترف باسمك يا فادي. روحك القدوس يجمع العظام من كل واحد تحية تنطع تنحني لك. تعترف باسمك يا فادي في الصليب بطرح ذنوبي ذنب آبائي وولادي. يا رحيم القلب اغفر واستمع لأهات بلادي. بارك عراقي. بارك عراقي. يا سامع الصلاة بقلوب كل البشر. بارك عراقي. الصوت عالي. بارك. بارك. اقوى اقوى. بارك يا رب. بارك عراقي. يهتف لصراخ قلوبنا. ارسل لي في الخيام يعلى هتفا. خيام يعلى هتفا. ارفع العلم. ارفع العلم السماوي. الرب يجهزكم. الرب بيجهز استخدمكم. ايوه والعدو. والعدو وكلاب وخاوي. في الخيام يعلى هتفنا. نرفع العلم السماوي. الرب بيجهز نفوسنا. والعدو ينهض النايم. وخاوي ينهض النايم. الرب يقول لك انتم شهودي. النداء انتم شهودي. كلنا كلنا هنصرخ ونقول ايه. هنقول ايه. اسمع. بارك بلادي. بارك بلادي. اقوى. ايوه ايوه. بارك روعي. يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر. بارك عراقي يسوع. بارك عراقي يسوع. افل لصراخ قلوبنا وارسل شعب وحدينا. الشعب وحدي يقول بارك عراقي. بارك عراقي. امين. اقوى. قولها من جوه قلبك. يا الصلاة في قلوب كل. يلا كمان مرة قولوا باركة باركة. بارك يسوع. يا يسوع. التفت لصراخ قلوبنا وارسل لينا المطر. نفسي نعمل حاجة كمان. انا شاعر بجد دلوقتي باحساس روحي كده غريب. شعر ان الرب عايز يسجل صلوات عشان يتممها في البلد. يا رب. تخيلوا ده عرض رهيب. يعني الكتاب بيقول حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه والرب سمع واصغى وكتب امامه في سفر تذكرة. فوانت بتقول له ايه اللي نفسك يحصل في البلد. كأن مثلا يعني اب حنون حب ابنه فعايز يعمله مفاجأة هدية مثلا في عيد ميلاده او في اي مناسبة. بيقول له حبيبي نفسك في ايه. فالابن بيقول فيقول له ممكن اطلب كذا. يقول له اي حاجة اي حاجة. اي أيوة أيوة. اطلب اطلب اطلب. وبمقدار اللي انت هتطلب. مش عايزك تطلب بمحدوديتك. اطلب بحسب امكانياتي انا. فكل ما هتطلب انا هعمل وهنفذ وهباري. فعايزك تعمل ايه وانت شايف علن البلد. انا عارف قلنا كتير كلمات سلبية الايام اللي فاتت. بس
بصراحة فينا ناس توجعت وتألمت، الله يعين الكل، بس احنا مش موجودين برا الدعوة. طالما انت لسه عايش وفي نفس، اذا لسه في دعوة من رب على حياتك. فهمني أرجوك، تقول اصل انا كبرت، لا كبرت ولا صغرت، اصل مش عارف انا بمر بمرحله. سيبك من المراحل ولا الكلام الفاضي، ما دام في نفس ربنا مديهولك. لو كان ربنا ملوش غرض من وجودك كان زمانك فوق من زمان، مت وطلعت عند الرب. ده لو طلعت يعني الرب اوجدك، لان في دعوه لسه ما خلصتش. امين. فمن فضلك يا تعملها صح وتعيشها صح، ينفضها سيرة، وبلاش تروحوا كنائس، هتضيع وقتك على الفاضي، خسارة مصاريف وتعب ومجهود في حتة نستفاد بيها. لو انت ده توجه حياتك، انا جاي لاني جزء من تتميم ملكوت الله على الارض دي، انا متأكد حضور الاجتماع، صلاتي ودموعي، الروح الالهية اللي بتحرك بيها دي بتأثر في الاجواء اللي حواليا، فانا مش مجرد شخص موجود بلا نفع، انا نافع للرب، انا نافع في هذه الارض، انا مبارك لهذه الارض. وعلى فكرة اللي احتمل وشاف الألم وكمل، تقول لي ما في ناس ارتاحت، بس الشغل والمكافآت بتاعته هو مختلفة. اليو ان كافئوا ناس، بس اليو ان السماوي مكافآته عظيمة. واخدين بالكوا اقصد ايه؟ ياما ناس كان عندها فرص كتير، ولا سيما الخدام الابطال الموجودين انهم يكونوا في اماكن تانية وظروف افضل، بس لانهم حاسين انهم جزء من مشيئة الله في هذا الزمن على هذه الأرض، هم لسه موجودين. هل ده يروح كده وخلاص؟ لا، حاشا لي أني أكرم الذين يكرمونني. أشواق قلبك ده إكرام للرب، وعفوا يعني الله عمره ما حد يمسك عليه حاجة، يعني هو تفكر أن أنت أنزه منه يعني، ولا يا رب أنا لا لا لا، ده يعودك تعودات إلهية غير عادية. فأنا اللي عايزك تعمله، عايزك تقول اللي في قلبك للبلد، ترفع ديك ناحية العالم كده وتقول يا رب أنا عايز شفاء للأرض، أنا عايز خلاص للنفوس، أنا عايز سموات مفتوحة على العراق الزمن اللي جاي، أنا عايزك تفتح السماء وتنزل تمشي في الشوارع اليومين اللي جايين. مش بعيد ولا صعب عليك تعمل كده، والكنيسة عمالة تقول لك يلا افتح السماء، يلا تعالى، يلا انزل إلينا، يلا تعالى بأزمنة افتقاد جديدة علينا وعلى أرضنا. ارفع إيدك معلش، يمكن أول مرة رغم الظروف دي تصلي للبلد. ممكن تقول لي في حد عم، أيوة في ناس يمكن أول مرة الله يحملك بمشاعر دموع صلاة صراخ مخاض للبلد، وانت بتقول يا رب احنا بنسأل بركة، يا رب احنا بنسأل سلام، يا رب انا رافع ايدي، وانت يا رب بتقول لي قول وانا هسجل عشان اتمم، تكلمت بفمي وسأفعل بيدي، سأفعل ما وعدت به. اللي الرب بيقوله لك اعمله اعمله. ارفع ايدك وقول يا رب انا بصلي استخدام لشبابها، يا رب احفظ ولادها وبناتها، احفظ ارضها الزمن اللي جاي. يا رب انت اللي قلت فاني اسمع من السماء واغفر خطيئتهم وابرئ ارضهم. نسأل ابراء إلهي على هذه الأرض في اسم الرب يسوع المسيح، يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب قول كلمتك، قول كلمتك. الناس قالوا والحكومات قالوا والبلاد الكبيرة قالوا علينا، بس أنا بصلي تأتي كلمة الرب، كلمتك علينا بالبركة يا رب، كلمتك علينا مختلف. فاجئهم يا رب، خيب ظنهم يا رب، فاجئ الناس اللي تكلموا علينا بكلمات سلبية، فاجئوا الناس اللي قالوا علينا كلام بالعار بالذل. أنت تحول عارنا وخزينا إلى أمجاد باسم الرب يسوع، ويتم فيك يا أرض العراق عوضا عن خزيك ضعفين، وعوضا عن الخجل. يعني مرات كنت بتخجل من جواز سفرك، ولا من ان انت جنسيتك عراق، عوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم بالعطية بالنصيب الإلهي اللي جاي. فهلا في دقيقة كده غمض عينيك، ورب يحملك كده بكام صلوة تصليها في قلبك. قول يا رب انا بحط في رصيد الصلاة بتاع البلد شفاء، بحط بركة، حط استخدام يا رب، احط مؤمنين حقيقيين، مش مؤمنين بس بيفرحوا في الاجتماعات ويمشوا، لا هحط يا رب مؤمنين مولعين بحب المسيح، هحط قادة روحيين في البلد الايام الجاية، ناس مسكين العصام من نص على قلبك لا يا رب الجيل ده مش هيكون كده، الجيل ده هيكون بالكامل للرب في اسم الرب يسوع المسيح. مش جيل عواطف فقط، لكن جيل تأثير وتغيير في اسم المسيح. ارفع ايدك وقول له يا رب انزل من السماء لينا، قل له انزل من السماء لينا، شق السماء وانزل الينا، شق السماء وان شفنا الايام اللي فاتت حاجات تحزن، بس اللي بتشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله
مصدقين ان في مشيئة جماعة للرب على البلد؟ العراق مش بره خطة الله. على فكرة لما بدأ شغله زمان بدأ من هنا، ولما هيجفل الشغل ويلم الشغل هيلمه من هنا. فربنا حط البلد دي في دماغه عشان هيتم مشيئة عظيمة. قول امين، قول امين، قول امين. صدق صدق الله ميزك في هذا الزمن انك تكون بركة روحية للبلد وللأزمنة اللي احنا فيها. يلا تعالوا نختم الجزء ده مع خادم الرب واحنا بنقول له شق السماء وانزل الينا في اسم المسيح. صليها وقول اللي بتشوفه عنينا، احنا مصدقين ان في بركة، مصدقين ان لسه فيها خير، مصدقين انه لسه هيتم وعوده لينا. لو قادر تقف امين، مش قادر خليك قاعد، بس عايزك مش هنرنمها. في ترانيم من كتر ما قلناها فقدت تأثيرها بقت مملة. قولها وكأنك اول مرة ترنم الكلمات دي، وتفاجأ ان ممكن دموعك تبقى نازلة. ايه ده؟ طب ما انا رنمتها كتير ما كنت. لا لا، ربنا حملها بروح كده جواك، بتشفع بتثقل جواك. تعالوا نصلي الكلمات دي واحنا بنقول له شوف السماء وانزل الينا يا رب. اللي بتشوف عني هللويا مش كل الحقيقة. قول بإيمان ايوه ده حقيقي، وفي لله ايه؟ وفي لله مشيئة. ايوه اللي بتشوف عينيها متخافش، مش هو كل حاجة، كل الحقيقة في عالم روحي حبايبي، عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. وبالإيمان صلاتنا هتغير الدنيا. يلا تعالى 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 يا رب نطلبك ونصرخ. يلا ارفع ايدك كل شوية السماء، السماء اقوى اقوى وانزل الينا في ارضنا من حوالينا. قول كلمتك على العراق، قول كلمتك شعبنا يعرفك، وبقوتك تيجي وتشفينا. شق السماء وانزل الينا في ارضنا من حوالينا. قول قول كلمتك شعبنا يعرفك، وبقوتك تيجي وتشفينا، تيجي وتشفينا. بنطلب اللي في قلبك، بنطلب اللي في قلبك في بلدنا تتم مشيئتك. اللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك، بنطلب اللي في قلبك بلدنا. في بلدنا تتم مشيئتك. وللي مت، واللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك، يكون لينا، يكون لينا احشاك. يبقى ايديك هيصنع ايه؟ قول هيصنع حاجات وعجائب. الكل يعرف اسمك، شوق السماء وانزل الينا في ارضنا. برافو ابطال، برافو بلدكم. قول كلمتك شعبنا يعرفك، وبقوتك تيجي وتشفينا. اسمع بقوة، شوق السماء وانزل الينا في ارضنا من حوالينا. قول كلمتك شعبنا يعرفك، وبقوتك تيجي وتشفينا، تيجي وتحيينا، تيجي وتشفينا، تيجي وتحيي. اخر مرة، شق السماء وانزل الينا في ارضنا من حوالينا. قول كلمتك شعبنا يعرفك، وبقوتك تيجي وتشفينا، تيجي وتشفينا. ادوا للرب كل المجد، قول له شكرا لأجل اللي هتعمله في البلد. اقوى 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 اقوى. قول له شكرا 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 في اسم المسيح. امين امين. اتفضلوا ارتاحوا.